في ظلال السيرة محطات طريق الهجرة. لم تكن قلوب يثرب وحدها المتلهفة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحبشة قلوب تتحرق وأشواق تشتعل، فرغم كرم النجاشي وعدله تتلفت قلوب المهاجرين بحثا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولعل أكثر تلك القلوب تلفتا قلب ابنته الشابة رقية، التي لم تحظ بوداع أمها خديجة، ولم تهنأ بجوار والدها صلى الله عليه وسلم. رقية تستقبل بفرح غامر خبر بيعة الأنصار وكرم الأنصار، فيغمر قلبها حب يثرب، فتركب هي وزوجها عثمان بن عفان مطايا تحط بهما على ساحل البحر الأحمر، ثم يستقلان مركبا يشق بهما عباب البحر حتى رسى بهما على ساحل الجزيرة العربية، ليسيرا مئات الأميال نحو يثرب في أيام بالغة الحرارة، بينما كان والدها صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يتجنب به الدليل طريق القوافل، حيث أخذه للساحل أسفل من عسفان، ثم عبر به قديدا، ثم سلك مكانا يقال له الخرار، ثم سلك ثنية المرة، ثم سلك طريقا يقال لها المدلجة، ثم مر بالعرج وبماء يقال له الغابر، ثم مر على بطن رئم. وبذا أصبح بعيدا عن مكة وطواغيتها، قريبا من يثرب وقلوبها. كان صلى الله عليه وسلم خلال مسيره يلتقي ببعض المسافرين الغرباء، وعند اللقاء كان أبو بكر يتكفل بالإجابة، فقد كان معروفا لدى التجار. أما من ناحية المظهر فكان أبو بكر قد شاب شعره، بعكس نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت شيباته بعدد أصابع اليد الواحدة. تقول عائشة: أبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب المسافر أن أبا بكر يعني طريق السفر، وإنما كان يعني سبيل الخير. وفي إحدى التقاطعات مع طريق القوافل التقى صلى الله عليه وسلم بمجموعة من التجار القرشيين المسالمين، وكان ضمن الركاب الشاب الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر. سعد الزبير بنبي الله وبالصديق، ثم توجه إلى بضاعته، فأخرج منها ثيابا بيضاء جديدة، فأهداها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولوالد زوجته، ثم ودعهما وانطلق إلى مكة. ولما وصل إلى بيته أخبر زوجته الشابة الحامل أسماء
أخبرها بالاستعداد للرحيل إلى يثرب رغم أنها في أشهر حملها الأخيرة في ظلال